بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا عاملة هيس لناس كتير. احنا عارفين ان في ناس كتير جدا بتدور على شغل وبتتعب جدا عشان تلاقي شغل مناسب، للأسف ما بتلاقيش او بتلاقي شغل غير مناسب بالمرة، او بتشتغل في مجال غير مجالها. هقسم كلامي على 4 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة السي في، ازاي تعمل سي في وازاي تقدمه، لان تقديم السي في، طريقة تقديم السي في يعني دي فن تقديم السي في. المرحلة التانية هي مرحلة البحث عن شغل. خلاص عملت السي في بتاعك، ازاي بقى تدور على شغل وازاي تلاقي الشركات المناسبة وازاي تدور على المجالات المناسبة لتخصصك، لان احنا كل واحد بيتخرج من كلية ما بيبقاش عارف قوي بالظبط هو ممكن يشتغل في مجالات ايه، او دايما احنا بنبقى حاصرين نفسنا في حاجات محددة. مثلا خريج تجاره بيبقى شايف ان هو لو ما اشتغلش بنك يبقى يروح بقى يسوق توك توك. لا، يعني في مجالات كتير جدا جدا مش كل خريجين تجاره بيبقوا عارفينها، يعني في مجالات مثلا في الجمارك، في مجالات في الضرايب، في مجالات في المحاسبه، في مجالات في طب انه مجال فيهم متناسب اكتر مع تخصصي، طب وهل انا في فرصه ان انا اشتغل في مجال تاني غير ده، طب ايه الحاجات التانية اللي البكالوريوس بتاعي يقدر يديها لي، او ايه الشغل الحر اللي انا اقدر اعمله. في ناس كتير ما تعرفش انها ممكن تشتغل مثلا كفريلانسر او باي مجالات اخرى. في ناس ما بتقدرش انها تطور نفسها بحيث تبقى متناسبه مع شغل هو شايف انه بعيد شويه عنه، فدي برضو من الحاجات اللي هنتكلم فيها. المرحله الثالثه هي مرحله الانترفيو. المرحله الرابعه هي مرحله بقى وانت جوه الشغل، ازاي تقدر تثبت نفسك وتطور نفسك جوه الشغل. المرحله دي انا هتكلم بواقع سواء خبرتي البسيطة في الشغل، تعثراتي اللي حصلت في بداية شغلي وما زلت طبعا في تعثرات بتحصل قدامي، خبرتي من خلال زملائي في العمل سواء اللي أقدم مني أو حتى اللي أحدث مني ومديريني، والنصايح بتاعتهم اللي ادوهالي وأنا فعلا لقيت إنها مظبوطة، والحاجات اللي أنا تخطيتها الحمد لله، والحاجات اللي أنا لسه لغاية دلوقتي ما تخطيتهاش. كلنا هنمر بمراحل نجاح وفشل في شغلنا، فأنا هتكلم عنكم بواقع خبرتي البسيطة بالإضافة إلى واقع خبرة الناس اللي أكبر مني اللي أنا اكتسبت منهم خبراتهم. في الأول هنبدأ بالمرحلة الأولى، هي مرحلة السي في، وهتكلم فيها عن كذا نقطة. النقطة الأخيرة فيها إن إزاي بقى تكتب السي في، لكن هبدأ الأول بإزاي تقدم السي في. وإنت بتقدم السي في بيقابلك كذا مشكلة. أول مشكلة وأكبر مشكلة ودي بتقابل الناس كلها، إنك بتقدم السي في بتاعك في مليون شركة ومحدش بيعبرك، محدش بيتصل بيك. فهنشوف ليه محدش بيتصل بيك وإزاي تخلي أو تلفت انتباه الـ HR إن إنت شخص مؤهل إن هما يتصلوا بيك. وعلى فكرة هما ما بيتصلوش بيك مش بس عشان السي في بتاعك مش كويس، لأ، ممكن تعمل سي في كويس جدا ومع ذلك برضو ما يتصلوش بيك. المشكلة التانية إن هما ممكن يتصلوا بيك ويتكلموا معاك شوية لكن في النهاية ما بيحددوش معاك ميعاد للانترفيو. المشكله الثالثه ان انت ممكن تروح انترفيو فعليا بس ما تتقبلش، ودي هنتكلم عنها في مرحله الانترفيو. والمشكله الرابعه برضو في مرحله الانترفيو ان انت ممكن تتقبل لكن ما تقدرش تتفق معاهم على المرتب المتناسب مع امكانياتك وتعب السنين اللي انت تعبتها والمصاريف الكتير جدا اللي انت صرفتها طول السنين اللي فاتت. فازاي تتفاوض صح على المرتب وايه العوامل اللي بتتحكم في المرتب بتاعك؟ يعني ليه ممكن شخص ياخد مرتب مثلا 20,000 جنيه، شخص تاني ياخد 10,000، شخص تالت ياخد 1000 ولا 2؟ يعني ليه مثلا البوزيشن ده بالذات بياخد؟ انا مش بتكلم على فرق خبره، انا بتكلم على ناس تقريبا عندهم نفس الخبره بس في مجالات مختلفه. يعني ايه اللي يخلي مثلا مهندس، محاسب، مشرف، عامل، ايه اللي يخلي الناس دي مرتباتها مختلفة؟ طب ايه اللي يخلي الراتب يختلف ما بين مهندس ومهندس في نفس التخصص وفي نفس كمان التخصص الفرعي؟ يعني مهندس مدني ومهندس مدني والاتنين تقريبا نفس الدفعة ونفس عدد سنوات الخبرة بس الاتنين لهم رواتب مختلفة، ايه اللي ممكن يخلي الرواتب تختلف؟ وبعدين بقى ايه هنتكلم عن وانت جوه الشغل. وانت جوه الشغل ممكن تتحط في شغل انت مش حابه، او تتحط في شغل انت كنت متخيل حاجات معينه والاخر ما طلعش زي ما انت عايز. دي مشكله تانية انك ممكن تكون حابب الشغل لكن تايه مش عارف تبدا منين ولا تعمل ايه، مستني دايما ان حد هو اللي يديلك التعليمات، مش قادر انت تشغل نفسك بنفسك. يعني لو جيت في يوم الشغل ودخلت لقيت نفسك لوحدك او لقيت الشخص اللي هو بيشغلك مش موجود، هتفضل قاعد ما بتعملش حاجه، فانت مش عارف ازاي تشغل نفسك. ممكن تكون حابب الشغل وعرفت خلاص تشغل نفسك ازاي وعرفت كل حاجة بس مش قادر تثبت نفسك.
وممكن تكون بتثبت نفسك بأقصى مجهود، لكن دايما التقييم بتاعك سيء، يعني دايما شايفينك سيء، الإدارة شايفاك سيء. ممكن تبقى الإدارة شايفاك كويس لكن عندك مشاكل مع زملائك في العمل. ممكن تكون تقييمك عالي، ما عندكش مشاكل مع زملاء العمل، لكن ما بتترقاش في المناصب بسرعة، في حين إن في ناس تقييمهم أقل منك وبيترقوا أسرع منك، فدي مشكلة. ودي هنشوف إيه مش بس اللي بيتحكم في المناصب بتاعتك في الشركة أو في الشغل اللي انت فيه التقييم الفني فقط، لأ هنشوف في حاجات تانية، مهارات أخرى شخصية بتتحكم في مدى ترقيك في العمل، طبعا بالإضافة إلى التقييم الفني. وهنبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة السي في، وهنتكلم عن أول حاجة فيها أو أول مشكلة بتقابلنا، هي أنك بتقدم السي في لمليون شركة لكن محدش بيتصل بيك. في قاعدتين كده قبل ما اتكلم دول نحطهم في دماغنا، لان دول يعني هيقابلونا في كل المراحل بتاعتنا. المرحله الاولى انك دايما قبل ما تروح او قبل ما تعمل حاجه تخيل نفسك الشخص الاخر، يعني قبل ما تقدم السي في بتاعك تخيل نفسك الشخص المسؤول عن قراءه وتحليل وتصنيف السيفيهات، اللي هو غالبا بيبقى الاتش ار او مدير الموارد البشريه. المرحله الثانيه وانت داخل تعمل انترفيو، فتخيل نفسك ان انت مكان الانترفيور، يعني ايه اللي هيخليك كانترفيور او كاتش ار تنجذب للشخص اللي قدامك او تحس ان هو ده انسب واحد للوظيفه. طبعا انسب واحد مش شرط انه يكون اكترهم خبره، ومش شرط يكون الشخص اللي معاه لغات اكتر، ومش شخص مش شرط يكون اللي عنده تقدير اكتر في الجامعه، مش شرط اي حاجه خالص. ممكن هو شرط ان هو الانسب، ممكن يكون لانه هيقبل براتب اقل، ممكن او ممكن يكون هو بيتكلم لغه معينه محدش في الشركه كلها بيتكلمها. يعني مثلا شركه بدات تاخد شغل مع شركه تانية او مع اونر تاني الماني، فده الوحيد اللي بيتكلم الماني فهيعرف يتواصل معهم اسرع. خبرته قد تكون متوسطه او قليله شويه، لكن بالمقدار اللي هيخليه يسلك شويه في شغله. ممكن يكون شخص تاني عنده خبره اكتر لكن ما عنده مشكلة في التواصل مع الشركة الاخرى، وكان الويت بتاع التواصل اكتر، يعني هم الشركة شايفة ان كونه بيعرف يتواصل معهم باللغة بتاعتهم افضل بكتير واهم بكتير من ان هو يكون عنده خبرة اعلى من كده. يعني ممكن خبرة سنة او سنتين تكفي قوي، في حين ان واحد تاني عنده خبرة 3-4 سنين لكن ما عندوش اللغة بتاعتهم. فانت بتنشن دايما على الحاجات اللي بتعتبرك انسب واحد للشغل اللي انت مقدم له. القاعدة التانية اللي هنمشي عليها طول الوقت هي ان كل مرحلة انت بتعملها ما بتستغرقش اكتر من 10 ثواني بس، يعني انت عندك فرصة في خلال العشر ثواني دول تكون وصلت اللي انت عايز توصله. يعني لما حد يفتح السي في بتاعك ما تتخيلش ان هو بيقعد يقرأ كل كلمة وكل حرف انت كاتبه، وهيشوف مؤهلاتك كتير قوي واللغات كتير اللي انت بتتكلمها وكورسات كتير اللي انت اخدتها، ما حدش بيعمل كده ابدا. هو اللي بيفتح السي في بتاعك 10 ثواني بيدي بصة كده سريعة كانه بيعمل سكاننج بعينه، بس بيدي بصه في خلال 10 ثواني اه لا وبيقلب السي في. فانت لازم ازاي تكتب السي في بحيث في خلال ال 10 ثواني بس تدي انطباع ان انت الشخص المناسب للوظيفه. عشان كده انا هوريكم نماذج كتير جدا للسيفيهات مكتوبه غلط، رغم ان صاحب السي في دايما متخيل ان السي في ده قوي جدا وفي حاجات كتير جدا. هنشوف ايه الاخطاء مع بعض في المرحله اللي هو احنا ازاي نكتب سي في. مثلا في مرحله الانترفيو ممكن الانترفيو نفسه يقعد ربع ساعة او نص ساعة، لكن في خلال 10 ثواني بس هو بيبقى ادى التقييم مبدئي. ممكن وارد ان هو اثناء الانترفيو يعمل ابديت للتقييم ده او يغير رأيه، لكن ده يعني شيء قليل جدا. في خلال 10 ثواني من بداية الانترفيو هو بيحدد انت الشخص المناسب ولا لا. غالبا بيكمل معاك مش عشان هو شايف ان انت كويس، عشان ممكن يبقى حطك في قائمة الاحتياطي او يبقى شايف ان هو ايه ممكن يحطك في شغلانة كده براتب قليل او يشوف اخرك فين او لأي سبب من الاسباب. لكن بعد 10 ثواني هو بيبقى قرر انت اللي هتاخد المنصب ده ولا لا. طيب تعالوا نستعرض مع بعض ايه الاسباب اللي ممكن تخلي ان لما تبعت السي في بتاعك محدش يرد عليك. احنا عارفين ان لما بنبعت السي في فيه كذا طريقة بنبعت بيها السي في، يا تبعته بالايميل ودي اسهل طريقة طبعا، يا تبعته بالبريد ودي غالبا للوظائف الحكومية، يا بتبعته بتسلمه بالايد ودي افضل طريقة. هي اكتر طريقة متعبة لكن افضل طريقة، لانك بتتأكد انك وصلت السي في للمكان الصح. وكمان لما بتبعت السي في بتاعك بالايد
انت ممكن لو عندك مهارة تواصل كويسة مع الشخص اللي انت بتديله السي في، ممكن تخليه يقرا السي في، يعني بتكلمه بطريقة شيك ان انت فلان الفلاني وسمعت عن الوظيفة الفلانية ومؤهلاتك كذا وكذا، وتفضل حضرتك ده السي في بتاعك. ممكن يعمل لك زي ميني انترفيو كده صغير في خلال دقيقة ولا حاجة، يعني بيبدأ يسألك كام سؤال كده، يبص على السي في بتاعك، ممكن يعجبه الوضع يحط السي في بتاعك في جنب كده ويدي لك ميعاد الانترفيو في ساعتها. فدي حاجة كده ميزتها انك بتاخد اكشن فوري، بعكس اي حاجة تانية. الايميل انت مش عارف هو وصل ولا ما وصلش، اقراه ولا ما اقراهوش، فتح الايميل ولا لا، طب فتح الايميل وحمل الاتاتشمنت اللي فيه ولا لا، انت مش عارف. وهنتكلم بالمناسبة عن طرق ازاي تعرف الايميل اتفتح ولا لا وحمل الاتاتشمنت ولا لا. الكفر ليتر ده مهم جدا، وهنتعلم بالتفصيل ازاي نكتب كفر ليتر صح. هو الكفر ليتر ده بيعمل ايه؟ الكفر ليتر ده بقى في حاجتين. حاجة الاولى انه بيجاوب على ثلاث اسئلة مهمة جدا، انت مين وبتخاطب مين وبخصوص ايه. لو حاجة من الثلاث حاجات دول سقطت منك، اعرف ان فرصة ان السي في بتاعك يتفتح ويتقرا ضعيفة جدا. لازم تكتب انت مين. يعني مثلا ما ينفعش انا مهندس وببعت ايميل للبنك، يعني ايميل جالي كده من ضمن الايميلات وبكتب ان انا مثلا بدور على شغل في شركة مقاولات مثلا، لا انا ما كتبتش انا مين صح. لكن انا مين ده اللي هو هل انت فعلا الشخص المناسب اللي يبعت الايميل ده للقسم ده في الشركة دي. يعني مثلا لو انت تقول ان انت مثلا شخص بكالوريوس تجارة قسم انجليش او عربي مثلا دفعة كذا، بتوجه رسالة بتاعتك لمين؟ للبنك الفلاني، القسم الفلاني، قسم التوظيف مثلا، عناية فلان الفلاني. يبقى انت كمان دورت على الشخص بخصوص ايه؟ بخصوص الوظيفة. انا وظيفة، حاول على قد ما تقدر تبقى الرسالة بتاعتك محددة وتبقى بيرسوناليتي قوي. لو في وظيفة مثلا تيلر في البنك، فانت بتكتب ان انا مقدم على وظيفة تيلر في البنك المعلن عنها في جريدة الاهرام بتاريخ كذا. يبقى انا بعت الايميل ده مخصوص. ما تروحش بقى تبعت ايميل تقوم جايب كل ايميلات البنوك، ها، وتقوم حطيتها كوبي بيست كده في العناوين الايميلات، وتبعت بقى تقول والله انا بدور على شغل في البنك ارجو منكم الاهتمام. ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ لا، انا بمسك بنك بنك وبدور على وظيفه وظيفه، وبدور ايه الوظائف المتاحه جوه البنك ده بالذات بالاسم، وببعت لوظيفه محدده. ممكن تبعت لاكتر من وظيفه بس تكون كلهم مناسبين ليك ويكون كلهم متاحين، او بتعمل هايلايت على وظيفه معينه وبتكتب نوت ان انت يعني امكانياتك مناسبه لو في وظيفه تانية شاغره غير دي، فانت امكانياتك مناسبه لاكتر من وظيفه. المهم ان انت بتبعت بشكل محدد. فالكفر ليتر هو اللي بيحدد اذا كانت رسالتك محدده ولا عشوائيه. لو انت بعت ايميل فاضي ما فيهوش كفر ليتر، او بعت السي في بتاعك باليد او بالبريد وما فيهوش كفر ليتر، ما تتوقعش ابدا ان الشخص هيفتح السي في بتاعك ويقعد يقرا ده كله وهو قدامه مثلا 10000 سي في. انا قلت لك ان هو ما قدامكش غير 10 ثواني بس. تخيل ان انت بعت ايميل في السي في بتاعك وفي اتاتشمنت، والاتاتشمنت ده كبير، وهيقعد بقى يحمله ويستنى بقى لغايه ما يتحمل، وبعدين يفتحه ويستنى لما برنامج وورد مثلا او البي دي اف او غيره يقعد يفتح، وبعد كده يفتح السي في بتاعك ويقعد يقراه. كل ده عدى ال 10 ثواني بمراحل. فالكفر ليتر فايدتها او احدى اهم فوائدها انها بتوفر العشر ثواني دي. انا في خلال العشر ثواني دي الاتش ار بياخد قرار هل انت فعلا شخص مؤهل للوظيفه دي ولا لا. لو هيحمل الاتاتشمنت بتاعك اللي هو السي في ويقرا، لو لا بمنتهى البساطه هيحذف السي في، هيحذف الايميل بتاعك. طب لو انت مش كاتب كفر ليتر هيحذف الايميل بتاعك، وبالتالي محدش هيقرا السي في بتاعك. الحاجه الثانيه اللي الكفر ليتر بيعملها، ودي حاجه مهمه جدا، انه بيعمل هايلايتس على الحاجات اللي بتقول انك الشخص المناسب للوظيفة. التفاصيل بقى نفسها موجودة في الاتاتشمنت نفسه. يعني الاتش ار من غير ما يحمل الاتاتشمنت وصل له هايلايتس على الحاجات المناسبة للوظيفة، ودي حاجة مهمة جدا. حتى ان بعض الاتش ار ممكن ما يضطرش انه يحمل السي في بتاعه، خلاص هو قرا الكلمتين اللي خليته يقول ان هو ده الشخص اللي احنا عايزينه، يقوم متصل بيك على طول ويحدد معاك ميعاد الانترفيو. عشان كده كمان في الكفر ليتر لازم يكون فيه الكونتاكتس بتاعتك، لازم يكون فيه ارقامك، ارقام تليفونك والايميل بتاعك، عشان مجرد ما يقرا الهايلايتس ويقرر ان انت فعلا شخص مناسب يتصل بيك على طول.
من غير حتى ما يضطر يفتح السي في بتاعك. يبقى انت وفرت مرحلة، وفرت مرحلة ان هو هيضطر يحمل الاتاتشمنتس ويستنى شوية وبعدين يفتح البرنامج وبعدين يقعد يقرا السي في بتاعك، وارد ان هو يقبل ولا ما يقبلش. لا انت وفرت كل ده ان انت خليته قبل على طول واتصل بيك عشان يحدد معاك ميعاد للانترفيو، فدي حاجة مهمة جدا. يبقى الكفر ليتر فايدته في حاجتين، اول حاجة بيخلي الرسالة بتاعتك محددة وواضحة، وبتخلي ال اتش ار على يقين ان الرسالة دي مش جاية له كده بشكل عشوائي وخلاص، لانه بتجيله كمية رسائل كتير جدا، ممكن ان يكون بيوصلوا في اليوم الواحد مثلا 1000 ايميل كلهم ملهمش اي علاقة بطبيعة عمله، فبيبقى عايز يحذف باسرع وقت ممكن. اي ايميل بيجيله كده بيفتحه مش عاجبني الايميل ده يقوم حاذف على طول، هو مش مضطر ان هو يقعد يفتح ايميل ايميل ويحمل اتاتشمنت كل واحد على حدة ويقعد يفتح ويقرا ويعمل. لا هو الايميل ده مش عاجبني خلاص بيحذفه. ده الفايده الاولى للكفر ليتر. الفايده الثانيه انك بتعمل هايلايت للحاجات اللي بتخليك مناسب للوظيفه، فبالتالي فرصتك بتبقى اكتر وبتميز نفسك عن غيرك، لانك حددت في نقاط محدده ايه اللي يخليك افضل من غيرك في الوظيفه دي. تالت سبب يخلي ان ممكن محدش يرد عليك لما تبعت سي في، ان الاتاتشمنت نفسه فيه مشكله، في مشكله في تحميل المرفقات. ما انت بعت الايميل بتاعك، تاكدت ان هو مبعوث للشخص الصح، كتبت الكفر ليتر تاكدت انه مكتوب صح، جه الراجل قرر ان هو هيشوف السي في بتاعك، بس عنده مشكله ان هو مش قادر يحمل الملفات بتاعتك، فبالتالي ما شافش السي في، فبالتالي قام رامي السي في بتاعك في جنب وداخل على الرساله اللي بعدها اللي هي السي في بتاع حد تاني، فانت ضيعت على نفسك فرصه. فلازم تتاكد ان المرفقات يكون حجمها صغير، يعني ما تروحش بقى تحط السي في بتاعك وكل الاتاتشمنتس كلها في ملف واحد ويكون حجمه مثلا 50 ميجا بايت. ولا يعني مش كل الشركات بيبقى فيها خطوط انترنت قويه وكبيره، لا ممكن يكون ايه شركه متوسطه او صغيره وانت شايف ان الوظيفه دي مناسبه ليك، ويكون عندهم مشكلة في الانترنت او غيره، او حتى شركة كبيرة بس عندهم مشكلة في الانترنت، او ما عندهمش مشكلة في الانترنت لكن الـ HR ما عندوش صبر قوي ان هو يقعد يستنى 50 ميجا بايت تحمل. لا حط دايما الـ CV بتاعك في ملف يكون حجمه صغير ولوحده بحيث ينزله ويقراه، حابب بقى بعد كده ينزل بقية المرفقات ماشي، ما حبش مش مشكلة. حاول تحط نسخة يعني من الـ CV بتاعك عبارة عن لينك، لينك يفتح يقراه على طول، يعني يبقى زي موقع كده او زي ويب بيج حاجه كده على النت او مدونه او حاجه فيها السي في بتاعك. وكمان لازم تحط مرفقات عشان لو في يوم من الايام اللينك ده باظ او المدونه اتحذفت لاي سبب من الاسباب، او انت نسيت الباسورد بتاعها ومش قادر تعدلها، خلاص انسى اللينك ده ويحمل المرفقات. يبقى لازم الحاجتين يكون في لينك عشان ما يضطرش يعمل داونلود، يخش على ويب بيج على طول يقرا السي في بتاعك، وكمان يكون في مرفقات احتياطي عشان لو اللينك باظ يبقى يتعامل مع المرفقات دي. حاول تكتب ملخص للسي في بتاعك في البادي، زي ما احنا قلنا اللي هو دي جزء تبع الكفر ليتر، الهايلايتس بس من السي في. الهايلايتس ده بتبقى جمله او جملتين بالكتير قوي، اللي هو يعني بتجاوب على السؤال ده ليه انت بالذات اللي ممكن اقبلك في الوظيفه دي، ايه اللي عندك مناسب يخليك مناسب اكتر من غيرك في الوظيفه. فلما تيجي تدور على شغل مثلا، افترضنا زي ما قلنا المثال اللي هو في الاول خالص ان شركة اخدة مشروع مثلا في المانيا او مع شركة تانية المانية او التواصل بالالماني، فاكتر حاجة مميزة عندك ان انت ايه بتتكلم الماني، فابدأ اقول لهم ان انا بتكلم الماني، دي اول هايلايت لازم اكتبها. بالنسبة للخبرة بتاعتك فانا بشوف هل الخبرة بتاعتي متناسبة معاهم ولا لا. انا مش فكرة ان انا بكتب اكبر قدر ممكن من الخبرة، مش فكرة ان انا بقول ان انا عندي 50 سنة خبرة، لا انا فكرة ان انا خبرتي متناسبة معاهم حتى لو قليلة، فببدأ اشوف ايه الحاجات المتناسبة معاهم وبكتبها. وببدأ الاول دايما بالحاجات اللي تميزني جدا عن غيري، ايه الحاجات اللي موجودة فيها ومش موجودة في غيري، في سطر او سطرين كده دي الهايلايتس بتاعتك لازم تكون موجودة عشان تخلي الاتش ار على قد ما تقدر مش مضطر انه يحمل السي في بتاعك، هو حب يحمله ويقراه بالتفصيل اهلا وسهلا، ما حبش فهو مش مضطر. رابع سبب لمشكلتنا ان السي في غير جيد،
انت بعت الايميل بتاعك بالطريقه اللي احنا قلناها، كتبت كفر ليتر، حمل المرفقات، فتح بيقرا السي في، لقى غير جيد. يعني ايه غير جيد؟ يكون مثلا غير منسق جيدا، شكله كده يعني اللي كتب السي في حد مستهتر او حد مش فاهم ازاي يكتب سي في، او يكون منسق بشكل مبالغ او فيه الحاجات بقى اللي ساعات تسمع يقولك سي في احترافي وحمل القالب، او سي فيات اللي هي بتبقى معموله بالفوتوشوب والحاجات دي، دي منسقه بشكل مبالغ قوي فيه. لا، خلي السي في بتاعك يكون بسيط بحيث يكون واضح جدا ويقدر يستخرج المعلومات بسهوله جدا. سيبك بقى من الاشكال والالوانات والحاجات اللي هي بتتعمل دي، هي شكلها حلو لكن مش بتدي اللي احنا عايزينه. ايه اللي احنا عايزينه؟ ان في خلال 10 ثواني بس يكون ادى القرار بتاعه ان الشخص ده فعلا موافق او مناسب للوظيفة. تمام، ده الهدف بتاعنا، مش الهدف ان السي في يكون شكله حلو والوانه حلوة. فما تبلغش قوي في التنسيقات علشان الاتش ار يقدر يطلع ويستخرج المعلومات اللي هو عايزها بسهولة. سي في كمان غير جيد ممكن يكون بسبب انه طويل جدا. احنا قلنا ان احنا محتاجين 10 ثواني بس، فليه اكتب معلومات كتير؟ وليه اكتب الهوايات؟ وليه تكتب ان انت بتحب صيد السمك وبتاكل مكرونه وبتحب القطط وتقدس الحياه الزوجيه وبتلعب بوكر وبتشرب جون ووكر؟ لا، ليه تحكي قصه حياه كامله ملهاش اي لازمه؟ انت ما بتحكيش قصه حياتك، انت بتكتب مؤهلاتك المتناسبه مع الوظيفه، مش بتكتب كمان كل حاجه. حتى الكورسات اللي انت بتاخدها مش لازم تكتب مليون كورس. يعني انا بشوف ناس بتكتب يقول لك انه حاصل على كورس في طريقه كتابه السي في. نعم، يعني ايه؟ يعني ايه انا كشركه هستفيد بايه؟ ده كورس ملوش اي لازمه. ليه لازمه ليك انت؟ ما تكتبوش لانه غير متناسب مع متطلبات الوظيفه. ما تروحش مثلا تكتب ان انت حاصل على كورس الماني وبتتكلم الماني كويس لو الوظيفه مش محتاجه ده. لو الوظيفه طبعا محتاجه ده زي ما قلنا ان دي حاجه هتميزك عن غيرك، لكن لو مش محتاجه ما تكتبهاش الا لو حسيت ان السي في بتاعك بقى صغير زياده عن اللزوم، او حسيت ان انت عايز تميز نفسك بطريقه ما. قاعده كده ان السي في كل ما يبقى قصير كل ما بيبقى اقوى. يعني افترضنا مثلا ان واحد خريج كليه حاسبات ومعلومات وحب يقدم على وظيفه، مثلا وظيفه في شركه كمبيوتر او شركه برمجيات، هيكتب ايه؟ هيكتب كل حاجه هو درسها وكل الكورسات، بص هيتشقلب لهم، هيعمل البدع. طب تخيل بيل جيتس مقدم على نفس الوظيفه، هيكتب ايه في السي في بتاعه؟ السي في بتاعه هيبقى سطر واحد بس، هيقول لك ان انا بيل جيتس بس كده، انا مدير شركه او مؤسس شركه مايكروسوفت بس. مش محتاج يكتب حاجات ياما، ولا محتاج يتكلم عن الكورسات اللي هو اخدها، ولا محتاج يتكلم عن اللغات اللي هو بيتكلمها. هيكتب بس ايه؟ ان هو مؤسس شركة مايكروسوفت. يبقى هو قدر يميز غيره ويعمل هايلايت على الحاجة اللي ميزته عن غيره. فانت كده دور على الحاجة اللي لما يقراها تعلي من فرصتك. طب الحاجات اللي مش هتعلي من فرصتك او هيكون ملهاش تأثير او لها تأثير سلبي ما تكتبهاش. ليه؟ لان هتضيع وقت من العشر ثواني اللي احنا بنهتم بيهم. كمان في حاجة احنا هنعرفها من نفس المثال ده بتاع بيل جيتس، وهنتكلم عنها في طريقة كتابة السي في، ان هو مين مناسب اكتر او مين فرصته اعلى انه يقبل في الوظيفه، الشخص ده اللي هو خريج حاسبات ومعلومات ولا بيل جيتس. من الناحيه النظريه بيل جيتس، بس ممكن يكون العكس، ان احنا اتفقنا مع بعض ان مش شرط الانسب للوظيفه هو الاكثر خبره او الاكثر علما، مش شرط خالص. ممكن يكون الراتب اللي هو هيقبل بيه انسب. يعني بيل جيتس ممكن ما يقبلش براتب مثلا 1000 جنيه، هو مش هيقبل بكده. وانا كشركه امكانياتي ما تخلينيش اديله مثلا راتب 100,000 جنيه، لا، يبقى الشخص التاني انسب بالنسبه لي. فمش شرط ان انت عشان حديث التخرج تقلق وتقول السي في بتاعي مش قوي. لا، ممكن تبقى حديث تخرج ومالكش خبرات ومع ذلك تقوي السي في بتاعك. وهنتكلم بقى ازاي تقوي السي في بتاعك بطرق بسيطه جدا، وبسيطه لكن هتبقى متعبه. ومش بس الكورسات، يعني مش انك تاخد كورسات او تتدرب كتير ده اللي هيقوي السي في بتاعك. ده ليه تأثير إيجابي، لكن في حاجات هنتكلم عنها بتفصيل أكتر. إزاي تخلي السي في بتاعك دايما مميز؟ لازم تتميز عن غيرك، مش بكتر الكورسات، لأن زي ما اتفقنا إن في كورسات كتير أنت بتاخدها ملهاش علاقة بالوظيفة اللي أنت مقدم عليها. لكن إزاي تخلي السي في بتاعك مميز عن غيرك؟ خامس سبب، إن ممكن يبقى السي في بتاعك قوي، قوي جدا، وفي معلومات كتير هايلة جدا، بس انت ما قدرتش تختار الهايلايت المناسبه.
اللي بتخلي الـ HR يركز على المواصفات والإمكانيات المناسبة لطبيعة العمل. وده أنا أعتبر قلت مثال، افترضنا مثلا إن بيل جيتس اللي السي في بتاعه قوي جدا وعمل حاجات وابتكارات وحاجة كده فظيعة، مقدم على شركة بترول مثلا في وظيفة مهندس ميكانيكا أو مسؤول عن تصميم الفاير فايتنج في شركة بترول، هل هو هيقدر يعمل ده؟ أكيد لا. هو يقدر يعمل الناحية البرمجية في الموضوع لو الشركة دي محتاجاه. طب لو مفيش برمجية في الموضوع، يعني في ديزاين هندسي، واللي يعمل الديزاين الهندسي ده شخص معاه بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا تحديدا. طب بيل جيتس ايه لازمته؟ اه السي في بتاعه قوي، بس الهايلايتس اللي في السي في بتاعته ما قدرش يحدد حاجات تخليه انسب واحد للوظيفة دي. يبقى في فرق ما بين ان السي في بتاعك يبقى قوي وما بين انك قدرت تحدد هايلايتس معينة تميزك عن غيرك من اللي متقدمين معاك لنفس الوظيفة. سادس مشكلة، ان ممكن يكون السي في بتاعك عام وموجه لأي شركة مش لشركة محددة، انت مش بتخاطب قسم محدد او شركة محددة او شخص محدد. عشان كده انا بقولك في الكفر ليتر بتاع الوظيفة اكتب عناية فلاني الفلاني، ما تكتبش السادة قسم التوظيف، ما السادة قسم التوظيف ده يعني اي شركة. لا، لما تكتب عناية ولما تبعت رسالة او ايميل لازم تبعت ايميل لشركة محددة، ما تاخدش كوبي من 20-500 ايميل كده وتقوم بعت لهم كلهم مرة واحدة. لا، امسك ايميل ايميل كده او وظيفة وظيفة وافتح الايميل بتاعك وبعت لها بشكل مخصوص، وحاول تدور على مين الشخص المسؤول. يعني حاول تخلي الايميل بتاعك يبقى بيرسوناليتي اكتر، فما تكتبش ايميل لاي شركة وخلاص، وحاول توجه الايميل بتاعك لوظيفة محددة. يعني ما تقولهمش ان انت بتدور على شغل، حاول لو انت عارف ايه الوظائف الشاغرة عرفهم بده، عرفهم ان انت بتبعت لهم مخصوص. لو انت ما عندكش معلومة خلاص، يعني لو انت ما تعرفش ايه الوظائف الشاغرة عندهم او بتبعت لهم فعليا، يعني عشان انت يعني بتبعت وخلاص، خلاص ابعت يعني انت مش مضطر. او انت مثلا حاولت تدور على مين الشخص اللي انت هتوجه عنايته في الايميل بتاعك ومعرفتش، خلاص انت مضطر بقى ان انت تكتب الرسالة لحد ما بشكل عام. لكن كل ما تقدر تخصص الرسالة كل ما فرصتك ان هم يتواصلوا معك تزيد اكتر بكتير. المشكلة اللي بعد كده، يعني مش فاكر رقمها الصراحة، ان بيانات الاتصال تكون غير واضحة او غير متاحة. يعني انت كاتب لهم رقم الموبايل بتاعك بس كل ما يجوا يتصلوا بيك يلاقوا غير متاح او مشغول او غيره، فخلاص بقى يتصلوا مرة ولا اتنين، ولو هو جدع قوي معاك ممكن يتصل ايه المرة التالتة ملاقكش يقوم حازف الايميل بتاعك واتكلم مع غيرك. لان زي ما انت مناسب للوظيفة في غيرك مناسبين للوظيفة، قد تكون انت مميز عنهم كلهم، او قد تكون ان انت قدرت تقلل من شراسة المنافسة او عدد المنافسين معاك، لكن في الاول وفي الاخر في منافسين ليك. في شخص انت لو ما قدرتش تدخل الوظيفة دي في غيرك يقدر يحل محلك. فبالتالي لما هو يتصل بيك ويكون تليفونك غير متاح فانت ضيعت على نفسك فرصة. فتأكد ان يكون في ايميل وموبايل مخصوصين للمقابلات العمل، ولازم كمان السي في بتاعك يبقى فيه اكتر من كونتاكت بديلة وتكون متاحة. يعني لو اتصل بيك على رقمك اللي انت طبعا مخصصه لمقابلات العمل ومردتش او كان غير متاح او حاجة، هيتصل بيك على رقم والدك مثلا او رقم اخوك. يعني حاول تحط رقمين ثلاثة تانيين، والايميل طبعا كده كده ايه وهو متاح، بس حاول دايما يكون معاك انترنت. يعني في الوقت اللي انت بتدور فيه على شغل حاول تشترك في باقة او يكون في انترنت متاح، بحيث لما يبعت لك الايميل حاول ترد في اسرع وقت. يعني حاول ترد في ساعتها، مش بس انك ترد مثلا بعد يومين ثلاثة، لا يعني كل ما ترد بسرعة كل ما بقى افضل. فخلي عندك سيستم دايما ان انت تقدر تشيك على الايميلات بسرعة. خلي مثلا عندك برنامج بتاع الايميل على الموبايل بتاعك، بحيث لما تجيلك ايميل، طبعا انا اقصد ايميل اللي هو المخصوص بتاع الشغل، لما يجيلك ايميل تقدر تشوفه في ساعتها، يعني يطلع لك نوتيفيكيشن ان في ايميل بتاعك جه وتقدر تبعت وترد. شيل من دماغك فكرة انك لازم يكون عندك ايميل رسمي، انت شخص انت مش شركة ومش ضروري يكون عندك ايميل رسمي. فكك من النصايح دي، لا يعني كفاية ايميل على الجيميل اللي هو المجاني عادي جدا ما فيش اي مشكلة. في مشكلة كمان هي مشكلة السبام. يعني ايه سبام؟ سبام يعني الرسائل الدعائية اللي بتتبعت بشكل عشوائي. يعني افترضنا مثلا ان انت عندك منتج والمنتج ده انت عايز تعمله دعاية، فهتعمل ايه؟ تقوم جايب اكبر قدر ممكن من الايميلات
وتبعت لهم كلهم ايميل ان انت عندك منتج حلو وعايز تعمل تخفيضات مثلا او حاجة، المهم دعاية اعلان. فلما انت بتجيب ايميلات بتاعت شركات كتير وتبعت لهم السي في بتاعك، انت كده بتعتبر بتعمل سبام. فانت لازم تتجنب السبام ده، سبام SPAM يعني الرسائل الدعائية الكتير. وعشان كده انا بقولك ابعت ايميل ايميل، ما تقعدش تبعت لعدد كبير من الايميلات، لان وارد جدا انك لما تبعت ايميل ما يوصلش في الانبوكس، يوصل في فولدر السبام اللي هو غالبا ما بيتفتحش. يبقى بالتالي انت قللت على نفسك فرصة ان الـ HR يوصلوا السي في بتاعك. هنبقى نتكلم ان شاء الله بالتفصيل ازاي تعرف هو الايميل بتاعك اتفتح ولا لا. طب لو فتح الايميل هو شاف السي في بتاعك ولا لا؟ فدي كده حاجة هنتكلم عنها لكن في الاخر، لانها محتاجة بعض الاكواد البرمجية. احنا مش هنبرمج، لكن انا طبعا هبقى كاتب لكم الاكواد جاهزة، بس لازم تفهمها عشان تعرف انت ازاي تستخدمها. حاجة كمان ان شاء الله هنتكلم عنها في الجزء اللي هو بتاع كتابة السي في، ازاي اكتب سي في دايناميك. يعني السي في نفسه بيتغير حسب كريتيريا معينة. ابعد عن السي في الثابت اللي هو سي في واحد وبتبعته للناس كلها، خلي السي في بتاعك مخصص زي ما اتفقنا. خلي السي في بتاعك يكون موجه لشركة محددة والوظيفة محددة وعن شخص محدد. كده احنا تقريبا اتكلمنا عن اول واهم مشكلة، اللي هي انت لو انت بتقدم السي في بتاعك في شركات كتير جدا لكن محدش بيتصل بيك، وعرفنا الاسباب. هلخصها لكم كده بسرعة. اول سبب انك بتبعت الرسالة بتاعتك للمكان الغلط. الرسالة بتاعتك مش موجهة للقسم المناسب، او انت جبت ايميل صحيح بتاع الشركة لكن مش بتاع القسم المناسب. ما قدرتش تجيب الشخص المسؤول عن الشخص وليس القسم، يعني تكتب عناية فلان الفلاني. تاني مشكلة ان الايميل بتاعك ما فيهوش كفر ليتر. وقلنا كفر ليتر بتتلخص فايدته في حاجتين. اول حاجة انت بتجاوب على التلات اسئلة دي، انت مين وبتخاطب مين او موجه الرسالة بتاعتك دي لمين وبخصوص ايه. تالت حاجة الهايلايت اللي اتفقنا عليها اللي هي بتميزك عن غيرك. تالت حاجة الكونتاكتس، الارقام بتاعتك، بحيث لو عجبوا الهايلايت بتاعتك او ملخص السي في بتاعك يقدر يتواصل معاك من غير ما يضطر حتى يفتح السي في بتاعك. تالت سبب انه ممكن يكون عنده مشكلة في تحميل المرفقات، لو هو عجبه الهايلايت وقرر انه يقرأ السي في بتاعك لكن ما قدرش يحمل المرفقات، فبالتالي انت ضيعت على نفسك فرصة. وقلنا لازم المرفقات يكون حجمها صغير، وحاول تحط السي في بتاعك في مرفقات وكمان تحطها في لينك زي ما هنتعلم واحنا بنتكلم عن طريقة كتابة السي في. رابع سبب انه ممكن السي في بتاعك يكون مش احترافي او غير جيد، يكون التنسيق بتاعه مش مظبوط او يكون التنسيق بتاعه اوفر قوي، يعني يا اما يكون التنسيق بتاعه قليل زياده عن اللزوم او يكون اوفر زياده عن اللزوم. هنتعلم برضو ازاي نعمل تنسيق مناسب. يكون السي في طويل جدا او يكون فيه معلومات كتير غير مفيده، او يكون لو كواليتي، يعني لو في صوره او حاجه اتاكد ان الصوره دي متصوره بجوده عاليه جدا او بكاميرا احترافيه وتكون واضحه ويكون الاضاءه قويه. لو في كتابه حاول تتاكد ان الكتابه مكتوبه كويس بفونت كويس. لو في اي صور مرفقه حاول تتاكد انها كواليتي عاليه، وان لو عمل زوم على اي جزء الصوره مش هتبكسل. خامس مشكله ان ممكن يكون السي في كويس لكن انت ما قدرتش تختار الهايلايتس المناسبه اللي بتميزك عن غيرك، وبالتالي شتت تركيز الاتش ار. بدل ما يركز على الحاجات اللي هتميزك عن غيرك حاول يقرا معلومات كتير قوي طلع منها ان انت شخص عادي، مش عادي يعني السي في بتاعك في حاجات ياما بس زي اي حد ما السي في بتاعه بيبقى فيه حاجات ياما. سادس مشكله ان السي في ثابت، يعني مش بتحدث له البيانات بتاعتك اول باول. مثلا انت خدت ماجستير بس ما كتبتش انه في ماجستير، السي في ثابت، فبالتالي انت ما ميزتش نفسك. اخر حاجه مكتوبه في السي في ان انت حاصل على بكالوريوس. او يكون السي في ثابت برضو بمعنى انه مش مخصص للوظيفة، يعني انت كاتب فورمة واحدة بحيث تبعتها لأي حد. يعني تقول مثلا السادة الشركة المحترمين ارجو قبولي وانضمامي معكم في فريق العمل لديكم. مين انت بعت لمين؟ لا لازم تكتب الشركة الفلانية القسم الفلاني عناية فلان الفلاني انا بقدم على الوظيفة الفلانية. يبقى السي في بتاعك او خصوصا الكفر ليتر ما يكونش ثابت، لازم يكون دايناميك بمعنى ان المعلومات بتتغير مع كل ايميل انت بتبعته. سابع مشكلة ان البيانات الاتصال تكون مش واضحة او غير متاحة، ولازم تتأكد من حاجتين. اول حاجة ان يكون عندك موبايل وايميل مخصوصين للتقديم للوظائف،
تاني حاجة يكون عندك أكتر من رقم متاح، حتى لو أنت نفسك غير متاح أو أنت في مكان الشبكة مش قادرة توصل له، فهيقدروا حتى يتصلوا بشخص تاني أو شخص تالت، يبقى أنت زودت فرصة إن هما يوصلوا لك. وفكرة إن يكون الإيميل مخصوص للوظائف، عادة لما بيكون عندك إيميل بتبص تلاقي جالك رسائل كتير قوي، أغلبها رسائل ملهاش لازمة، قد تكون بعضها رسائل سبام اللي هي الرسائل الدعائية اللي اتكلمنا عنها، فبالتالي الرسالة المهمة اللي جاية لك من الشركة ممكن تتوه في النص. فلازم يكون عندك إيميل بحيث يوصلك عليه مثلا يوميا رسالتين ثلاثة كده، اللي هما الخلاصة، اللي هما الرسائل انت عارف ان دي رسائل بتاعت شركات ومهمة. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الثاني من نفس المرحلة، مرحلة السي في، هي التليفون، ازاي بتتكلم معهم في التليفون. احنا عارفين المشكلة التانية ان ممكن يكون بيتصل بيك ويتكلم معك شوية، لكن في النهاية ما حددش معك انترفيو. فالمشكلة التانية اللي بتقابلنا هي المقابلة التليفونية اللي هي بتبقى تمهيد للانترفيو نفسه. دي ان شاء الله هنتكلم عنها في فايدة تانية، وارجو نشر الفايدة وكتر الف شيرك، والسلام عليكم ورحمة الله.